أنا اسمتي ياسمين إسماعيل شهزادة، عندي 29 سنة وساكنة في لاسويس، تزاديت في ألمانيا ونصي مغربية ونصي أردنية. الخدمة ديالي هي شيف دي بروجي وكنخدم حتى في الماركتينغ. البداية ديالي في السوشيال ميديا بديت باليوتيوب 2015، كان أول فيديو ديالي كنت حطيته بالدارجة وما كانش عندي العربية مزيانة بحال دابا. دابا تعلمت بزاف مع راجلي. بعد وفاة زوجي ما بقيتش كنبغي ندير فيديوز في اليوتيوب، ما بقاتش عندي شهية نحط شي فيديو بلا راجلي، وحتى اليوتيوب ما بقاش هو هذاك كما كان شحال هادي. كانوا بزاف، كنا بدينا حنايا غير كلالين في اليوتيوب بالدارجة، وكان عند واحد النيفو في اليوتيوب كان زوين شحال هادي، ودابا الى الاسف ما بقاش داك النيفو، وقلت احسن حاجة ما نبقاش في اليوتيوب. في اليوتيوب بالضبط كنت كنتبع ملاكيس، سميتها ملاك، و كاع صحباتي صفاء تشانل دنيا كاع لي كانوا بداو معايا، كنا بدينا كاملين في عام واحد. راجلي الله يرحمه تعرفت عليه في الفيسبوك. كانت واحد الميساج غريب جدا، وبدينا كنكتبوا مع بعضياتنا، وبعد عامين تزوجنا. كانت علاقتنا زوينه بزاف، كان هو احسن صديق ديالي. على داك الشيء كانت واحد يعني زواج زوين بزاف، كان واحد كيعاون واحد، كان ماشي هو اهم حاجه هو الحب ولا الشكل ديال الانسان، هو تفاهم كيجي مع الصداقه، هي التفاهم بالنسبه ليا. يعني احسن حاجه نتزوج صديق ديالي احسن من واحد اللي حبيته باول نظره. الله يرحمه، اول حاجه من القوه ديالي كانت العلاقه ديالي مع ربي، الديانه. واخا يمكن الناس ما يفكروش عليا بان انا مدينه، كانت من نهار اللي مات بديت كان بزاف بحال كنصلي، كنقرا كتوبه بزاف على بعد الموت شنو كيوقع، وتقربت الله بزاف. هذه قوه كبيره اللي عطاني الله، عطاني الصبر. وتاني حاجه هو ولدي جاد، هو كيعطيني قوه بزاف، كيخليني نستمر في الحياة. هو سؤال شوية صعيب، محكاش في الأول بيان سور كنت ضد هاد الحاجة، ما عمري ولا كنت كنتخيل نتعرف على شي حد، وأصلا ما يقدرش حتى شي واحد يوصل للمكان ديال زوجي. كان غزال، إنسان مزيان بزاف، لكن يمكن دابا بعد الوقت كنفكر يمكن نعاود نتعرف، لكن دابا حاليا شويه بشويه ليا. علاقه زوينه، ما نقدرش نقول لكم حاليا دابا شي حاجه، داكشي نورمالمون كيبقى بيناتنا بريفي، لكن بيناتنا غي حاجه زوينه. فوالا الوقت هو اللي غادي يبين ان شاء الله. هو بالنسبه ليا ماشي تجميل، بان حكاش انا ماشي جملت شي حاجه، العكس صغرت الصدر ديالي، على وكان عندي الوجع في ظهري، وكان قبل من 15 عام وانا كنبغي نديرها، وكل مره كنتردد، وصافي كررت ودرتها.
وكان كان كنصح اي امراه اللي بغاها دير شي حاجه يعني اوبيراسيون اللي تساعدها في الصحه ديالها ديرها وما تساينش. حاليا لا نو ما كنفكرش. لا انا ماشي ضد وما كنحكم على حتى شي انسان اللي يديرها، كل واحد حر في راسه، لكن ماشي حاليا ما عنديش، ما بغاش ندير شي حاجه. او بسبب الورد، بسبب الورد ما كان حتى شي حاجه، عمرني سمعت شي حاجة أصلا على هادشي، وعمرنا ولا طالبنا بشي حاجة، وكاع أنا مسامحة أي حاجة، زعما عمري ما نمشي نسول على شي حاجة اسمها الورد. أنا بالعكس الشخص والحب والعائلة هو الأهم حاجة، لكن أكثر من هكا ما نبغيش نجبد العائلة ديال راجلي. لي دار شي حاجة زوينة مزيانة، لي دار شي حاجة خايبة الله يسامحه. علاقة مزيانة، شحال هادي ما شفتهم من نهار الجنازة ديال راجلي الله يرحمه الى الاسف، لكن ما غاديش نوض ونحكم على شي انسان علاش ما جاش ولا ما سولش، واخا حنا كنسولو. فوالا، معاناة بزاف عشت فيها. أول حاجة على اللباس الأبيض، واحد الاسم كيقولوا بالضبط ما أكلتش عليه، اللي المرأة خصها تلبس 4 شهور وعشر أيام البيض، ما درتهاش. أول حاجة أنا بابا أردني، وحنا يعني بالأردن كنلبسوا الكحل، وماما كانت كيلبسوا البيض، وأنا ساكنة في لاسويس ما غاديش يفهموني الناس علاش دايرها. وانا كنقول بان الحزن هنايا كيكون الداخل ماشي كيكون في الشكل، وبالعكس من كانت المراه كتلبس اكثر، هي الا كانت صغيره كتلبس البيض كله، عاد كتلتف الانتباه للمجتمع. كنفكر بزاف نجي نسكن في المغرب ديما، وإلا جيت سكنت في المغرب غادي نسكن في مراكش، حكاش مراكش من ديما كتعجبني بزاف، ومغرب ما كانش بلاد حسن من المغرب، لكن حاليا خايفة على غير على حاجة واحدة، على ولدي، على الصحة. لكن هو الحمد لله دابا مزيان، غير كان خاف بحال دابا الامبولانس كتعطل وداكشي، كان خاف هنايا، هذه هي الحاجه الوحيده اللي باكيه ماشي 100% متاكده باش نجي نسكن في المغرب. فكرت في بزاف ديال البروجي هنا في المغرب نديرو، بحال بوتي زعما البيوتي سالون، ولا شي بزنس لي باكي كاع ما كاين هنا في المغرب، لكن حتى يجي داك النهار ان شاء الله وتعاودوا تجيو تسولوني. اها ولدي ما كانش يعني تزاد الحمد لله كل شيء صحي، ما كان فيه حتى شي حاجه. من مات راجلي مورها بجوج سيمانات كنا متكين انا ولدي في فراشنا، حتى لقيت ولدي ما بقاش كيتنفس وكيخرج منه هنا الرغوه هكا، و صافي عيطت الامبولانس، جاو داوه بالهليكوبتر للهوسبيتال، و لقاو بان جات التهاب في المخ ديالو، و داكشي جا من فيروس عادي، يعني اي ولد يقدر ولا بنت تقدر ترى ليها هادشي، والحمد لله بانه هو جات باكي صغير بزاف، قدر مخه يرجع كما كان، وكاع دابا ولا بلاكس سمارت، ما عرفت كيفاش نقول لكم، ذكي ذكي بزاف، وكاع اكثر من وليدات اللي في لاج ديالو الحمد لله.
في المغرب قليل بزاف حكاش. كنت انا ديما دايره السوشيال ميديا باللغه العربيه يعني بالدارجه، ومن وقع داكشي مع راجلي الله يرحمه بزاف الناس كريتيكيو بزاف، علاش كتسمعي موسيقى، علاش كديري مكياج، علاش انتي حيه اصلا. يعني بعض الميساجات كانوا كيوصلوني لي كنت دخلت في ديبرسيون بلاست الناس اللي يعاونوني نخرج من داك الكآبة اللي كانت عندي، كانوا كيزيدوا ضغطوا عليا. وعلى داك الشيء كنت قررت قلت نديرها بالألمانية، رجعت كنديرها بالألمانية و فوالا تماك ما بقاش باد كومنتس، يعني كومنتس خايبين. اول حاجه خص بنادم يكون واصل لواحد النيفو اللي واثق من نفسه، و ما يهمش انتي عارفه راسك، واعز الناس اللي عندك عارفين شخصيتك، عارفين حضورك بالحياه كي دايره. واهم حاجه ديما كنقولها الله عارفك، داكشي عارفك انسانه طيبه، ما يهمكش الناس ابدا، يقولوا اللي بغاو يقولوا. كانت فترة صعيبة بزاف، حكاش كان جات حاجة مرة حاجة. أول حاجة كنت ولد ولدي زين، وزاد في نهار ومات لينا، كانت تبارك الله 5 كيلو، ومرة ديك كل شهور ما كملاش مات راجلي، ومرها بجوج سيمانات دخل ولدي كوما، وكان في شهر ونص في السبيطار. كانت يعني وقت صعيبة بزاف. على داك الشيء قلت لكم حاجة الوحيدة اللي خلاتني في الحياة هي أول حاجة ولدي. حاولت ندير المستحيل باش نبقى قوية، وتاني حاجة هي الله، الله والعائلة بيان سور، لكن الله هو الأول بيان سور. ديانة هي كل شيء بالنسبة لي. على ريجيم زعما اوكي، انا كنت ديما زعما في بوان مزيان، ومن كنت كنحمل كان غلاط اكثر من 25 كيلو في جاد. اول مره غلاديت يمكن 31 كيلو، ابري ضعفت يعني وليت عادي، وعاوتاني من حملت بزين غلاديت عاوتاني كثر يمكن اكثر من 27 كيلو. ومن ولدت ما قدرتش نقص هاد غيا صراحة. عاد هاد آخر شهور بديت كندير سبور، وبديت يعني ضعفت أكثر من 21 كيلو دابا، لكن مازال عامره، لكن مع الوقت بيان سيغ. وديما كنعطي نصائح في الانستغرام ديالي الناس، وفوالا يعني شي حاجة بلا أوباراسيون بلا حتى شي حاجة، يعني أي إنسان إلا بغى يوصل لشي حاجة راه يقدر يوصل ليها. اليوتيوبرز الناس يعني اللي كانوا في السوشيال ميديا اللي وقفوا معايا في ديك الفتره، كانت ناريمان ما كتحيدش من حدايا، من مات راجلي شحال من ايام كانت معايا في يعني في الهوسبيتال، كانت ناس معايا تما، وهاجر صاحبتي تاهي، جيهان، إيمان صاحبتي ساكنة هي ماشي في السوشيال ميديا، لكن الناس اللي كرابين ليا بزاف وقفوا معايا بزاف. وفي ديك اللحظة بيان سور كتشوفي الناس اللي كانوا كيبانوا كرابين ليك بعدوا عليك وما سوقوش ليك. فوالا تمك فين عاد عرفت شكون هما الناس اللي كيبغيوني بصح وكيوقفوا معاك حتى في الوقت الخايبة. اوكي، الدرس اللي تعلمته من الحياة هي الحياة قصيرة بزاف، ما عمرك ما تبخلي على راسك بأي حاجة، زعما كل حاجة، سافري ديري الحاجة دابا. حكاش راجلي كان ديما تيقول لي غدا، السيمانة الجاية، العام الجاي، ومات صغير بزاف،
دخلت 22 عام نهار 3 جانفي ونهار 8 جانفي مات، وصافي اي حاجه اللي كنت باغا نديرها العام الجاي ولا في المستقبل تنقول الا قدرت نديرها دابا نديرها دابا. فوالا، وكنصح اي انسان يبغي الناس ديالو اللي كيبغيهم يقولها ليهم، حكاش انا من داك النوع اللي كان ما عرفت كنحشم نقول بان كنبغيك، حتى راجلي كان ديما تيقول لي علاش ما كتقوليها ليش بزاف، وكنتمنى نرجع الوقت ونقولها له. وكننصح اي انسان اللي كيبغي شي حد يقولها له دابا، حكاش ما عرفتي من يخرج من الباب ما واش يعاود يرجع ولا لا. بكى فينا الحال بزاف، انا بكى فيا الحال بزاف، بكيت وكان كنت كنتمنى نوقف معها كما هي وقفت معايا اكثر، لكن بيان سور الحبس ما تقدرش توقف مع الانسان بحال الا كان في جنبك. هي وقفت معايا في جنبي وكنتمنى ان شاء الله يكونوا حياتها في المستقبل كلها سعاده ومعمرها ويبعد عليها زعما حاجه خايبه في المستقبل. وما كنتمنى حتى شي واحد يوقف في واحد سيتويشن، ما عرفتش كيف مشات لي العربيه دابا، في حاجه خايبه زعما، يا ربي بعد علينا كاع حاجه خايبه. حد اللي كي صيفط لي ميساج زوين، اللي كيشجعني، اللي كيرجع الروح في حياتي، وكنشكر كاع عائلتي و الناس اللي وقفوا معايا في ذاك الوقت اللي كانت صعيبه، وحاليا حتى الناس اللي كيتمنوا لي الخير في المستقبل وكيقولوا لي عيشي حياتك وما ديهاش في الناس. فوالا، شكرا. على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.